السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في هذه الحلقه، هذه للحلقه خاصه. موضوع دو اليوم هو الشهريه ديالك، تقدر تكمل لك شهر كامل. شهر ما كيدوز لك شي سنه ونص الشهر. هاد الساعه هادي ما يمكنش تجيب شي بنت الناس، تكرفص معاك والسلام، فهمتيني؟ دمي اللي تدخل واش قدرتي توفر شي حاجه؟ صراحه دابا الشهر وما قدناش والو، ما وفرنا والو والله، حنا عامرين بالكريدي، كنكملوا الشهر بالكريدي. يعني الانسان في هذه الحياه يعني كيبتسم بالدرع، ماشي كيبتسم يعني كيبتسم بالدرع. يعني ما عرفناش شي مشكل مايل، حنايا ماشي شحال، ماشي غير انا، عدد منا عندهم مسؤوليه وما هي جالسين الصنعة شني عتعمل ما نعرف بحال. يعني بغينا شي حنا هادشي هذا باش حنايا نكونوا فحالنا فحال الناس، نتسخروا ونشاو الحاجة، حنايا بزاف محرومين بزاف د الحاجات. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فسينة، مزيانة؟ الحمد لله بخير. غنقول لك الخلصة ديالك واش كافية تخرج تسارة؟ ما كافياني شي تنكرة والموضة والعواول اللي راها صراحة ما كافياش. 3500 ولا 3000 درهم ما كافياش. دابا سنك وكتشوف راسك يعني انتينا خدامه كتقاصر، كاينه شي نتيجه؟ كايناش، ما كاينه بو نتيجه، فين هي؟ الشهر ما كيدوز لك شي سنه ونص الشهر، انت كتسلف من هنا والدبر من هنا وهادي. نقدروا نقولوا الخلصه ديال الناس خصوصا اللي خدامين في الخياطه، الخلصه ضعيف بزاف، يعني ما كافياش. وعاد دابا شركات قلالين يعني الخدمه فيهم، يعني خدمة قليلة خصوصا دابا في راس العام، الخدمة كتمص ما كتبقاش بزاف، يعني ما كنخدموش الأغلبية السبت، الأغلبية نص نهار غير نص نهار. دابا نقولوا في قطاع النسيج، الخلصة ديالك واش كافية تعيش وتجوج؟ دابا أنت مجوج؟ مجوج يا. كيفاش ماشي معيش؟ الحمد لله راه ماشيين على قد الحال. الشهر ديالك كيكمل؟ ماشي كنقضيو حاجة. واش كيكمل الخلصة ديالك كتكمل لك الشهر؟ كنكملوا كنكونوا عملنا كريدي مع البقال. يعني كتكمل لك كريدي؟ اه كنكملوها كريدي. مستحيل هذيك شمال شحال الخلصه. اجي نسينا دابا انتوما الشيافه راه داخلي. اه الخلصه ديالك واش كافيه؟ مستحيل اخي، ما مزوجش وما كتكفينيش يا اخي صراحه. الله عين شحال تكفيك؟ واش 3000 درهم عاد تكفيك؟ شو الدراهم؟ عاد تكفيني ما والو اخي. هاي ما مزوج الانسان من بالنسبه له بيتزوج ولا شي حاجه؟ لا مستحيل يعيش هيك اخي. اي والله المهم الانسان يبقى هيدا عزر يحسن له. الله يعين، ما يفكر في حتى شي حاجه الحمد لله، واكل شارب على الدنيا براسه. على على شنو الراي ديالك في هذا الشيء اللي قال؟ عنده الحق، هذا الشيء هذا اللي كيقول كامل عنده به الحق. عنده الحق. اي والله اخي ابراهيم. والشهريه ديالك واش كتكفي كتشيط منها شي حاجه حاليا؟ شويه وصافي، شحال تشيط؟ ما عندك ما تشيط؟ مع مركوب مع قدام هذه ما كتشيط حتى شي حاجه. دابا انت واش مجوج؟ عندك شي مسؤوليه يعني ولا؟ ضروري مسؤوليه، مجوج. كاري؟ لا كاريش هاد الساعه. ساكن مع الوالد وصافي، مع الوالد. يعني الانسان يلاه كيتكافى مع الشهريه ديالو. يلاه كيتكافى مع الشهريه. خي احمد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي ابراهيم، الله يحفظك. سائق مهني. سائق مهني، الله يرحم والديك. إلا قلت لك واش الشهر ديالك كيكفيك تعيش وتقري ولادك وتعيش مزيان؟ مستحيل اخي ابراهيم. اي والله مستحيل. اش انسان 3000 درهم، شحال من 3000 درهم؟ انت عندك مثلا اربع العواول، شحال من 3000 درهم؟ مطيشه 12 درهم، بطاطا 6 دراهم، ما والضو، صياب العواول، زائد دابا القرايه ما كاينش. يعني بما كتمشي كتجبر عمر مقصحه. ماشي عين مقصحه، مدقدقه مفرتسه، ماشي عين مقصحه وصافي، الله غالب. يعني الانسان دابا انت شحال وانت مجوج؟ 2010. نقولوا الاعوام اللي فاتت كنت كتشيط شويه. تبارك الله، الانسان يعني كتهبط من السوق يعني 27000 فرانك 30000 فرانك، يعني كتجيب كومبرا ديال سيمانه، نقولوا حنا تعيش مضخم مع راسك. يعني كتجبر بطاطا بجوج دراهم، مطيشه بجوج دراهم، يعني الدروش متناول الدروش، يعني الدروش ماشي مقدم مع الحياه. دابا يعني كتجبر دابا 3000 درهم. بطاطا يعني 10 دراهم، مطيشه 12 دراهم، شنو غتشوف هذا الحال؟ الدرويش مقصح. ماشي عين مقصح، الدوبلي مقصح. الانسان يعني الانسان في هذه الحياه يعني كيبتسم بالدرع، ماشي كيبتسم يعني كيبتسم بالدرع. او ماشي مسكين، ولكن العقل ديالو تقدر تقول له فلان والعقل ديالو مسكين غايب، الله يحسن له العون. شنو الرساله ديالك اللي توجهها للمسؤولين؟ الرساله المسؤولي يعني اش غنقول لك؟ الله يعمل شي تاويل الخير، اش غنقول لهم؟ غنقول الله يعمل شي تاويل الخير، وامام الله نتلاقاو كاملين بينا. خي محمد تبارك الله. الله يبارك فيك خي ابراهيم، مزيان الله يحفظك. ماشي في العمل. ايوا العمل الخاوة كل مره وكيفاش، على حسب كانه والسلام. الا قلت لك اخي محمد الخلصه ديالك واش كافيه تكمل الشهر ديالك وتسمع منه واحد المستقبل؟ لا والو اخي ابراهيم، فهاد الساعه هادي مع هذا الوضع هذا لا ما يمكنش. الخاوة حنا نخدموا هاد الشيء على حساب راسي بوحديتي انا، وما كافينيش ما كافينيش واحد الشهر على الشهر والو الخاوة. يعني الشهريه ديالك ما كافياكش سنسين عاد تجي واحد بنت الناس؟ لا والو الخوف هاد الساعه هادي
هاد الساعة هادي ما يمكنش تجيب شي بنت الناس تكرفص معاك والسلام فهمتي. الصراحة بالنسبة للخياطة، الخياطة ماسس مرة، اليد العاملة ناقصة مرة أصلا، مرة طايحة اللي إنسان يكون راسو دابا باش الخياطة اللي نقصص أو الثمن اللي ناقص. لا الخياطة نقصص، ما بقاتش الخياطة أصلا نقصص، يعني الشغل ما كاينش خصوصا هاد العام هذا ما خدمناش فيه العام أصلا، ما خدمناش فيه مرة، قلت 3 شهور صحيحة هي تبقي هنا باقيين جالسين دابا حد الآن، يعني ما حسنا هيدا ما حسنا هيدا فهمت، يعني ما عرفناش مشكل ماين احنا يا ما شو شحال ماشي غي انا عداد منا عندهم مسؤولية وما هي جالسين هالصنعة شنيا عتعمل ما نعرف الحل ما كينش نتشي هذا تكي دور العام تقريبا العام كامل وحنا ما جين بها غي هيدا، يعني كاين الناس ما بقاتش طلقات بزاف طاحوا في مشاكل بسبب الخدمة بعد الجلس هذه ما جبرنا حتى شي حالات كتشوف ضايعين والسلام، كل نهار كنخرج من الجيم ديالي يعني ما كاينش شي مدخل مره، حنا عندنا الصنعه شي شغل ما كاين هما بلعت الشركات الناس ما كتشوف كلشي كيخرج فحالو كيضرب جوج ساعات كيخرج فحالو، يعني بغينا شي حال هادشي هذا باش حنايا نكونوا فحالنا فحال الناس نتسخروا ونشاو الحاجه، حنايا بزاف محرومين بزاف د الحاجات في نفس الوقت انت خدام في نفس الوقت انت ما خدامش، يعني متهم وصافي انت كتنوض في الصباح كتجي كضرب جوج ساعات كتمشي فحالك، يعني ما عرفناش انا ما نكذبش عليك ما بقى لي حتى شي حال مره تزيرت مره يعملوا لنا شي حال وصافي. يعني كتشوف هاد الصنعه هادي واش فيها شي مستقبل؟ الصنعه هذيك بالنسبه لنا حتى شي مستقبل، يعني مثلا دابا ما بقاتش الشاريه كتفوت 2500 درهم بالتاكيد هذه، يعني ولينا كنخدموا 8 ساعات وضرب الخميس والجمعه والسبت ما بقيناش كنخدموا، هذه سنين انا تقريبا 20 عام وانا في الخياطه، الخياطه تبدلت بزاف في نفس الوقت طايحه مره، يعني باقي الشهر هو الشهر ودابا سنين وحنا نفس الروتين نفس دائما ما كتزادش، واخا ثمن الدوله كيتزاد ولكن كيبقى هو هو ديك الشيء هذاك، بالنسبه لما كنخدموش الخميس والجمعه والسبت 8 ساعات الصالير شويه كيطيح هو هو، يعني دائما انت ما كتزيدش لقدام وحنا باقيين هما هما، دابا 2023 حنا باقيين هما. خاي محمد تبارك الله الله يبارك فيك خاي ابراهيم، يلا خرجتي من العام ان شاء الله خرجنا دابا. شنو هو البوست ديالك اخاي محمد؟ الريكطه غنقول لك الشهر ديالك واش كافيك زعما المستقبل دابا؟ ولا والو خاو ما كافيش صراحه. مجوج؟ لا والو هاك. شحال نسينا خدام الخياط؟ انا عندي شي عامين ونص. عامين ونص دابا ملي تدخل واش قدرتي توفر شي حاجه؟ صراحه دابا الشهر وما قدناش والو ما وفرنا والو، والله حنا عامرين بالكريدي كنكملوا الشهر بالكريدي. يعني كتصرفوا من بعد تسكن؟ لا هذا كي صوفيات. يعني واش كتشوف الخياطه فيها شي مستقبل؟ بصراحه ما فيها شي مستقبل، فيها شي مستقبل المغرب كامل ما فيها شي مستقبل غير الخياطه. قلتي لنا خاو ديالي؟ انا بحالي نفس الهضر اللي قال لك هو نقول لك انا ازمه، يعني واحد كنقول لك ديباني ماندا ديباني وصافي والله الا قدي يعني ديباني. الله يبارك السي ابراهيم. خاي ابراهيم واش الخرصه ديالك كافيك تخدم تخلص تعيش الحايط؟ ما كافياش يا سي ابراهيم، ما كافياش واش 3000 درهم تخلص لك الكرا وتخلص لك المصرف العوا والو تخلص لك كذا ما كافياش، خصنا يعملوا معنا شي حل بعدا زيد لنا بعدا واحد شويه. دابا شحال نسينا خدام في ترونسبور؟ شي اسم مشهور دابا. اه اسم مشهور. وقبل فين كنتي خدام؟ خدام مره في الجليج مره في السباغاك ومره في عين. انت واعر بولي فارون سي تبارك الله. شكرا سي ابراهيم. لا سلمني. يا ابراهيم ابراهيم. سي ابراهيم. كما شفتوا كانت هذه الاراء ديال الناس في الشارع، وانتم شنو الاراء ديالكم خليوها في الكومنتير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.